ننتقل مشاهدينا إلى مراسلنا محمد فراس من مكان انعقاد المؤتمر. تفضل محمد، إليك الكلمة والأجواء من حولك. نعم، الأجواء إيجابية جدا. انتهت الجلسة الأولى التي كانت متخصصة للكلمات، كلمات رؤساء البرلمان ورؤساء البرلمانات العربية ورؤساء الوفود أيضا، وكانت كلمات مشتركة في الأهداف، وأغلبها تطرق إلى قضايا عربية مشتركة، أهمها كانت القضية الفلسطينية والتي دفع بها الرؤساء العرب بكلماتهم، وضرورة أن يكون هنالك توحيد صف تجاه هذه القضية، وأيضا هنالك توحيد في قضية التوجه نحو دعم العراق، دعم استقرار العراق أمنيا سياسيا حتى اقتصاديا. العراق اليوم يتمتع بمكانة عربية جيدة، الدول العربية اليوم تنظر إلى العراق، وهنالك فرصة كبيرة أيضا يمتلكها العراق لتغيير واقعه والانتقال إلى مراحل أفضل وإلى درجات أعلى لكي يتحقق الهدف الأسمى للعراقيين، وهو الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي أمنيا. اليوم رغم الاستتباب الأمني الذي يشهده العراق، لكن الكلمات لم تخلو من الدعوة إلى ضرورة عدم أن يكون هنالك تدخل في الشأن العراقي، عدم تدخل دول الجوار في الشأن العراقي حتى لا تكون هنالك يعني اختلال أمني أو لا يكون هنالك ضعف أمني في العراق. سيادة العراق مهمة، هنالك دعوات لضرورة احترام سيادة العراق وضرورة أن يكون للعراق مكانة مستقلة وسيادة مستقلة لا تنتهك من أي جهة كانت. الكلمات اليوم كما ذكرت منهجها واحد، هو دعم العراق وأيضا القضايا العربية المشتركة. هنالك كثير من القضايا العالقة، أيضا قضية سوريا والأزمة التي حدثت في سوريا، هنالك دعوة لأن يكون هنالك توحيد صف ودعم مشترك لسوريا بعد الزلزال الذي ضربها والذي راح على إثرها آلاف الضحايا وآلاف مئات الجرحى. أيضا الكلمات كما ذكرت ذات منهج موحد، دعم للعراق، دعم للقضية الفلسطينية، دعم لقضية سوريا، وأيضا كانت يعني بها المديح الكبير لما قدمه العراق خلال الفترة الماضية من اهتمام دولي للقضايا الدولية وأيضا للمحافل الدولية. هنالك نجاح للعراق في أن يكون حاضن للمحافل الدولية، حتى المحفل الرياضي الذي حدث قبل فترة أثنى الحاضرون عليه وأثنى الحاضرون على تنظيم العراق لهذه البطولة، والتي هي واحدة من أساسات نجاح العراق في يعني هي ليست فقط كرة قدم أو رياضة، هي واحدة من الأساسات لتعزيز مكانة العراق دوليا عربيا خليجيا، وكان النجاح قد انعكس إيجابا في هذه المجالات. هنالك جلسة ثانية ستكون لمناقشة القضايا المقترحة والقضايا العالقة وأيضا المقترحات، وستكون هنالك أيضا كان هنالك دعوة لتوحيد التشريعات وأن تكون هنالك تشريعات مشتركة بين البرلمانات العربية حتى يدعم حتى تكون هنالك صف واحد، يكون هنالك صف واحد للأشقاء العرب، وأن تكون هنالك يد واحدة تقوي مكانة الدول العربية، خصوصا أن هنالك تمثيل دولي كان حاضرا في هذا المؤتمر وكمراقبين وكمشاركين. أيضا ستكون هنالك كلمات أيضا بعد أو في بداية الجلسة الثانية بعد قليل ستنطلق، وستكون هناك كلمات للحضور الدولي. هذه المؤشرات الإيجابية، حضور دولي، حضور عربي وافر، إمكانية العراق في التنظيم واحتضان هكذا مؤتمر مهم وتقديم كافة الإمكانيات لاستقبال أشقائه العرب، هو واحدة من أساسات نجاح العراق في المستقبل وأيضا تعزيز مكانته عربيا ولربما دوليا أيضا. إذن محمد فراس مراسلنا من مكان مقر انعقاد المؤتمر للاتحاد البرلماني العربي، سوف نبقى معك في قادم الساعات ومع بداية الجلسة الثانية لهذا المؤتمر. إلى هنا شكرا جزيلا لك.